كم خطأ أخطيتها في البرنامج؟ ما أشوف إني أخطي. كان كان بخطأ وخطأي اللي موجود معكم ذحين. هذا هو أول خطأ. أنت معصوم عن الخطأ؟ كيف؟ أنت معصوم عن الخطأ يعني أنت ما تخطي؟ بني آدم ما هو معصوم عن الخطأ. طيب. كلنا خطأ. كم مرة أخطيت في البرنامج؟ ما انا بقعد اعد اخطائي بعد يعني بعد نواميسي طال عمرك والاشياء اللي طلعت انا فيها يعني طلعت بعيدا عن النواميس بعيدا عن النواميس انا قاعد اقول لك اخطاء ما عديت اخطائي ما لي بعد اخطاء يعني لك اخطاء اقول لك ما لي بعد اخطائي يعني لك اخطاء يعني انت ما عديتها اخطائك واجد ممكن ممكن عندي حلو ممكن ليش لا لكن الى الان ما اشوف اني اخطيت اي شيء كلامك متناقض انا اقول لك انا ما اشوف نفسي اخطيت كلامك انت لكن انت كلامك اذا كان متناقض انت تقول انا ما عديت اخطائي بعدين تقول انا ما شفت نفسي اني انا مخطي يعني انت كلامك ترى متناقض انت تعرف الكلمه هذه والكلمه هذه اي فاهم بدون موسى فاهمه وش فهمني بايش اقول لك اذا كنت انا اذا بدر مني خطا شو وجهك تغير ما تغير يذقني والله كنت تغير شو وجهك من الضو نذر نذرنا لطمني طيب الضو لكن سؤالك عادي وش تشوف انك اخطيت انا ما اشوف اني اخطيت ابدا لبك ابدك يا شقراء ما اشوف اني اخطيت لكن من يرى اني مخطي ما اشوف اني اخطيت صدق انت تقول انت كلامك الحين متناقض انت تعرف كلامك الاول اللي جاوبت انت عنه وتعرف كلامك الاخير اللي جاوبت انت عنه تعرف الكلام انت تقول انت عارف سؤالك انت قاعد تقول لي اخطائي ما عديتها بعدين قلت انا ما اخطيت وش سؤالك انت سؤال انت فاهمه وجاوبت انت عليه ولكنك ما اعطيتني وش سؤالك طيب كم اخطائك اللي اخطيتها في البرنامج اقول لك اني ما اخطيت ضح والكلام الاول وان كاني اخطيت والكلام كلنا خطاؤون اقول لك انا اشوف نفسي ما اخطيت ما اشوف اني اخطيت يا ابو طلال انا اشوف اني مقدر في كل شيء اسويه ابو طلال اذا حصل خطا اسمعني جنفت انت تسالني اتمنى اني انا لا تكلمت ما تقاطعني ابو طلال انت جوابك الاول تقول انا ما حسبت اخطائي فلذلك انك انت مخطي ولا تعرف كم اخطائك وبعدين نهايه السؤال تقول ميدي لا انا ما اخطيت تعرف انك انت متناقض في كلامك او لا اتمنى انك تعطيني اجابه صحيحه ينحشر بصراحه وش دخل ينحشر بصراحه سؤاله يلخم سؤاله ما ادري وش يبي ثوان انت تقول إن لا ما حشر ايش تبي؟ خلاص 9 ديسمبر شاني لك صوت والله خلوه يا رجال خلاص خلوه خلاص انا اتمنى ان الكلام يتوحد يلا علمني انا اقول لك اذا كنت انا مخطي انا اشوف انت سالتني قلت هل تشوف انك مخطي او قد اخطيت؟ وش قلت لي في الجواب الاول؟ طيب خلني الحين بعيد جواب بتعيد من جديد؟ طيب ايش قلت لي في الجواب الاول؟ الله يلعنك الجواب الاول وش اسمعني يا ابو حمد لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك اسمعني ثاني سؤالك صوتك لا ترفع اسمعني ابو حمد ابو حمد مكان انت سالتني سؤال خلني اجاوب لي الحق اني اجاوب مكان محترم لازم انك تتكلم وتجلس بالزي المحترم فلذلك انا اتمنى انك تجاوبني على كلامك ثواني يا خلاص ثواني اتمنى انك تعطيني اجابتك الاولى اعطني اياها اجابتي الاولى ايه وش قلت انت قلت ماني انا سالتك ماني بخطي اني تجحد كلامك كيف اجحدك كيف تجحدك اباظه رجع البث ثواني 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 تجحد كلامك انت اول ما سالتك هذا السؤال ما قلت ميدي اني طيب انا وش تبي توصل الحين ثواني علمني علمني وش تبي توصل بس انت سؤال اول ما سالتك هذا السؤال مو انت قلت ميدي انا نشبت فيه ثواني 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 اتمنى انك توحد الكلام اسلم انا اول ما سالتك هذا السؤال وش تبي توصل خلاص الجواب الاول وش تقاطعني الجواب الاول وش لا تقاطعني الجواب الاول جوابك الاول قلت لي والله ما حسبت اخطائي ما حسبت اخطائي يعني انت فعلا انك انت مخطي وما حسبت اخطائك وفي نهايه جوابك قلت ميدي انا ما اخطيت الكلام متناقض طيب حبيبي صح ابو حمد ما تقدمني تفضل لا ما اقدم تفضل اقول لك حتى لو اني مخطئ انا انسان في طبيعتي على طبيعتي ما احس اني اخطيت واذا اخطيت احاول اني انسى خطاي عشان اتطور واغير من يعني اطور من نفسي لاني لو بعيد بدقق على اخطائي بتخليني اتعثر يعني في خطواتي القادمه بالمختصر يعني ما ودي اكثر اتمنى اني جاوبتك يمكن اني اخطيت سبق لي ان اخطيت ما في احد ما يخطي لكني احاول اني انسى خطاي اطور من نفسي اعالج بعض الامور عشان اتجاوزها واتعداها
ولا اقع فيها ثاني مره. لكني كم مره اخطيت او قد مثلا ما اشوف اني قد اخطيت واحاول اني انسى حتى لو اخطيت. فعشان كذا ما احس اني اخطيت لاني ناسي. طيب اتمنى اني جاوبتك الجواب اللي انت تبيه. ابو طارد الحمد لله. شو تشوف عمرك في التسعينيات؟ والله تعال اجلس.